ماما انا عايز فلوس. هجيب منين يا ابني؟ ما انت عارف معناش اي فلوس، والفلوس اللي معايا هسدد بيها الديون اللي عليك، ومش هيكفي كمان. ماما ده عيد ميلاد بنتي النهاردة، انا لازم اجيب لها هدية. عيد ميلادها؟ كل سنة وهي طيبة. من ساعة ما سيبنا بعض انا ومامتها وانا مش بشوفها كتير، علشان كده عايزة اجيب لها هدية حلوة. خلاص يا حبيبي خد الفلوس دي، وما تنساش تأكلها الفراخ اللي هي بتحبها. الفلوس دي قليلة قوي يا ماما، مش هينفع اجيب بيها هدية. هي دي الفلوس اللي معايا، بقية الفلوس لازم ادفع جزء من الديون اللي عليك، علشان ما يحصلش اي مشاكل، وعلشان انت كمان ما تدخلش السجن. هي ان شاء الله هتفرح باي حاجة. ماشي يا ماما انا هتصرف. ماشي انا همشي انا بقى علشان رايحة الشغل. الفلوس دي مش هتكفي ان انا اجيب هدية. انا عارف ماما بتعيدي الفيزا فين، هاخد منها الفلوس وبعدين ابقى ارجعها. ايه ده، ماما غيرت رقم الفيزا، ده كان تاريخ عيد ميلادي. يا ترى ايه يا ترى ايه؟ انا هجرب عيد ميلاد بنتي. صح طلع عيد ميلاد بنتي. انا اسفه جدا ما خدتش بالي. مفيش مشكله حصل خير. ايه ده الراجل اللي انا عليا ليه فلوس، انا لازم اجري. انت بتحسب هتعرف تهرب مني؟ فين الفلوس؟ أرجوك عيد ميلاد بنتي النهاردة ومحتاج الفلوس اللي معايا. ماليش دعوة عيد ميلاد بنتك أو لأ، أنا عايز الفلوس حالا. إيه ده الفلوس راحت فين؟ أكيد البنت اللي أنا قابلتها قدام البنك هي سرقتني. أرجوك ما تموتنيش. خد امضي على الورقة دي، وفي خلال شهر لو ما دفعتش الفلوس هاخد البيت بتاعكو وهتتسجن وهتبقى مشرد انت ومامتك. حاضر حاضر بس سيبني اعيش. اهو اتفضل. اشوفك كمان شهر. اعمل ايه في المصيبة اللي انا فيها دي؟ ولازم اروح لبنتي علشان عيد ميلادها، مش معايا فلوس. وحشتني قوي يا بابا. وانت كمان يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه. فين يا بابا هديه عيد ميلادي؟ كان نفسي اجيب لك احلى هديه بس انا مش معايا فلوس، بس اوعدك السنه الجايه اجيب لك احلى هديه. مفيش السنه الجايه يا بابا، انا هسافر انا وماما. ايه هتسافري؟ رايحين فين؟ ماما جالها شغل في امريكا وانا هسافر انا وهي. لا انا عايزك تعيشي معايا هنا. هنعيش ازاي يا بابا؟ انت معاكش فلوس خالص. مش عارف اعمل ايه، بنتي هتروح مني. مالك زعلان ليه؟ انت مين يا عم انت وعايز ايه؟ سيبني في حالي. انا عارفك وعارف كل مشاكلك وعارف الديون اللي عليك وعارف ان انت هتتسجن، وجاي احللك كل مشاكلك. ايه ده انت عارفني ازاي؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ وهتحللي مشاكلي ازاي؟
احنا بنجمع ناس وهنعمل لعبة، ولو كسبت فيها هتكسب فلوس كتير قوي، هتحل كل مشاكلك. فلوس كتير قوي؟ ايوه، ولو موافق اتصل بيا على الرقم ده. ماما شفتي اللي حصل؟ خير يا حبيبي، في ايه؟ بنتي هتروح مني، هتسافر هي ومامتها لأمريكا. اوعى تخليها تسافر، لازم تجيب فلوس، لازم تشتغل. ماشي يا ماما، انا هتصرف. انا لازم اكلم الراجل اللي قابلني واشترك في اللعبة. ايوه يا فندم، انا مستعد اني اشترك في اللعبة، انا مستنيك في شارع رقم 10. مستعد تشترك في اللعبة؟ ايوه مستعد. اول قاعدة في اللعبة انت مش تعرف مكانها فين، فلازم تغطي وشك. ويلا معايا. ماشي انا جاهز. ايه ده؟ ايه اللي جنبي في المكان ده؟ ومين الناس دول؟ انتوا موجودين هنا لانكم ملكوش دور في الحياة، وعليكم ديون ومعرضين للسجن، والمسابقة دي فرصتكم الاخيرة علشان تكسبوا فلوس وتبقوا بني ادمين، او تموتوا وتريحوا الناس منكم. هتبدأوا أول لعبة. إيه اللعبة دي؟ إيه اللي بيحصل ده؟ الناس بتموت ليه؟ انا عايز اخرج من اللعبة. لو اتحركت هموت. مش مصدق كل الناس دي ماتت. ايه اللعبة دي؟ Thank you.
انا كان ممكن اموت معاهم لو ما فزتش. انا لازم اخرج من اللعبة دي.